الحمد لله وكفى والصلاة الله والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد أحبتي في الله وحنقول أحترني سلسلة أنك أهل ليلي منافقين هي تلمامه قرآنكم حكيلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حك شيغي وحلو قرتو منافقين ما أهم مذبكم من أها أبتركم من أها ودنكي كسو جيدا من أها شيغ شضو وحا قلبي قوضا كوچيرانا إن لكارو أول أغاداي مفضوضا لأن وحا قلوب تا كوچيراي إلهي أمبا أك أغرانيا لكن وحا لغوية قانا أو لغو قران أو ميزان أه ووحي موجسانيان أما أفكا كم موجسانيان أما أدمدا إيا حمندا كم موجسانيان تلمامه هو ذا لغوية قانا الله النبي قلنا محمد وحكو له صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسيماهم هدان دونبو عليه تبارك وتعالى ونكبر لهين ونقرن لهين بمعنى وكوم مرحاب لهين وحيث الماميسا سيد الرجح النبي صلى الله عليه وسلم منافقين تقار كم دوا الله مرحابي لكن انتو ضبطا نبي اللهم مرحابين تلماما لسيه تلمام القرآن هي السنة بالنسية صلوات ربي وسلم عليكم وحو ربي تبارك وتعالى أيده كشيغي ولتعرفنهم في لحن القول وحاد كقراني حضلك قلو حسن إيه دلبت له حضل دلب له أو قلو حسن أنتو سنين أيها على مدودة دقن قلو حسن أو دلب له أيها دقن كودة أيها على مدودة أستان تودة سيدس دردد مركاد أركتو على مدها لغوشة جي أتروح كو أركتو تحذر قادو فاحذرهم تحذر قادو هيسدقنن هيسدقنن مركاد تحذر قادو تلمامه هذا وحى أساسه أو نفاق أصله قرآن كنا الشيء نفاق بين با أصله إنه كبن شيغان وحا قلبي قودة كتيرا أفكودة إيا قلبي قودونا إسخلافه أصل كالنفاق وابن سيدة إيمان كأسل كيس رمؤية وقلبك إيا عربك إنه إسوافقانا سيدة أصدرادت بربي تبارك وتعالى سورة البقرة صفات قودة وحقوه الرئيسي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر dadka waxa kamida qaar dhahaya waxaanu rumaynay Allah iyo maalinta aakhiro wama hum bimu'minin wa bintud mayna rumaynay tayib iyaga rumaynay wa rumaynay maxay leeyahay maba ayna rumaynine yukhadi'una Allah wa rasul wal yukhadi'una Allah wa rasulahu alladhina amanu wahidunayan inay siraan oy khayaman oy kallug meersadan Allah iyo rasul kiisa iyo mu'mininta لكن ما أسره بيساوي ما إلهي والله سيري كران ما الله تبارك وتعالى لخيامي كران ما الله والله خديعي كرمايا وما يخدعون إلا أنفسهم يقوم بكسو النقن لأن عدة خديعي كرتيد خيامي كرتو وعد وحاد سميني سؤان كورهين ميشاد وحكا وحيني سنة أي كقر سومي كرتو saad wax u dhigaysa iyo sirtaaduna ka qarsoomi karto marka meel ay wax ka qarin karta maya saas daradid baa loo xulu wama yakhda'una illa anfusahum waxana isleeyeen wax ku sira iyo laqdabana iyo laabkani iyaga umbay ku soo noqon mooyaan laakiin meel gaari mayso waxa laga dambaysiyay alay tabaaraku ta'ala fi qulubihim marad qulubtooda dhaxooda jirra ku jirta waa shaki shaki إيمانك يحق بك الشك سيه الشك بقلوبته ذك بوحا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض مرضا إلهي نعود ربو كري ويشريهم قلوبتك شريه شردي أي قبيل باتوكل اللوغو كري الله تبارك وتعالى كذب حيري
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب حموشي لي صبت له عذاب يمحيط بما يكذبون بنت أي شيء يندرته وحوذي روح الوس أروري بين صبت وحوي وحي الشيغان يا وابين أفكى وحي كالشيغان يا قلبي غودا متشرو وكيله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أفكى يعرفك وحي كالشيغان يا وحن قلبي غودا كتشرين بنت وين تاسوها وحن قلبي غاغا كتشرين ونطب أهين ونطاعات أذن كاين أفكى كالشيغاتو والنفاق أسأل كي سوا. في سورة التوبة كذلك كهر في سورة المنافقون الله تبارك وتعالى وحيد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله منافقين تمركي كوي ماذا وحيليهن وحان نقرينا إن هذا الرسول كي إلهي تهي إن هذا الرسول كي إلهي تهي مشاكي باكوشرة والله يشهد الله باقير إن هذا الرسول كي سيتهي تاسو إسقعده والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكن منافقين تؤن بين عليهم وإلهي كمرخاتيه وإلهي قرية محيّر مركي كولي الرسول كإلهينا تهيبا قرينا أفكا وياني قلبك مجرته أفكي كليه الشمال باركو دوهي وحكي شرمالي وبيان عليال ساسترد النفاق حددك وكتاقية هاي وبين ساسترد بالنبي صلى الله عليه وسلم حويري وحيد النفاق بينتو فجور كيدتك اوهو قامسا فجور كونا نارتو اوهو قامية مركب بينتو وحوي وفرها النفاق وحوي. وانا اصل كان المنافق نمضوا كلما روحوا بينتا كفوق يهين المنافق نمو وكفوق يهين كلما بينتي سبضنتا هين روح المنافق نمو وبدن يهين. في سورة التوبة كذلك مركي مسجد كي أي لسان مسجد الضرار متقول إلهي كم جعاب حرمتي أي دونين إن المؤمنين تكوك للشبيان قال لمن كفى فيان كوا إلهي الرسول كي سأل الله أنا صلّي وقد لقانا كسر دويان مسجدنا أي كم جعابين أي هذانا مركي لسان بواحد كلارتن إن أردنا إلا الحسنى ها وحنا وناجهين ولا مسجدنا وناك دوم بان هاي مصلحة ربني مساجدا كرديني حافظة أباهن كني والله يشهد إنهم لكاذبون إلهي وحمر قاتك يا إنا بين على اليهين بين بشيء جاي معي بين كل شيء جاي وناك دوم بان أشهدنا وبين تود من مرك قاركود وعقولي هاي وحمان هجا تنايا إنما نحن مصلحون أنك أم بوا حجا تناينا أنجا أمد يسكنينا أنجا وأنا كشقيينا وبين الله أكوك تؤمن أكوك تؤمن منافقه سيد ذبوا أودي تشرشر ولا واحد كل بمية بوكو قادنا يا مية بدي سنة واحد كم مية إنه بين قوشه وقذب قذب كله بعد إلهي كشجع تهدي بنك إيمانك أي تهدي بنك شجعان في قلب جود كشري أو مقال كذا يقوح أقرصون إسخلافسين يهي قلب كلا بادي وحا ويدين تمرك لقيمة إيمانك هي مبدأ التوحيد كوحا صرع وصلاة صلاة وحا صرع وزكاة عباداتك من نوحا وإلا بدا عبادنا من نوا حقي تشركا قلق لها وصلاة من نوا حقي حولها كقو أي وزكاة هي صدقة الله وضب ويدبي الله وحده تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى صلاة مركي أو استاجان وحي استاجيان أيجوا وحسنيا يجوا حليس دريميا يجوا عكشيديا يجوا صلاة كفر حسنين أيجوا كرفات سن متى أجنان كران مدكم متشري كران يا قاموا إلى الصلاة وهم قاموا إلى الصلاة وهم كسالى يجوا وحسنيا آيات كلنا وكي رب لها تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى مركي إيمانيا بوهز ويكو إيمانيا كارهان صلاة جماعة هي مساجدة هي أمد إلا لتكذب أي أغطرا منافق مولا عيد كهراجة ما يراها اسمارت لا لا بيدو كنتو كذا
أسقوا آذان كي مساجد مقليا أيوسن إيمانين وعلامات النفاق. سأصدر أدب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم وحليه وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحن إسأرقني أنه صلاة جماعة أوسن كداهين إلا نن منافقة أو منافق نمدي سولي بل لأوقي مويه كاسا كدب لحجري لكن روح مؤمنة صلاة جماعة وأوسو دك دك جري صلاة ومرك منافقين توقع علوسيهن ويسيك لعلوسيهن صلاة منافقين تمرك الله فيهم. نبي قال نوح صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. منافقين تلوض الصلاة دودي وقعلس وصلاة العشاء هي صلاة الصبح وان صلاة وقود علوسي لكن ويسيك العلوسي صلاة العشاء هي وقعلس هي صلاة الصبح. من وامدي هرددي لودي القروب إلى السيحان إلى عاكسية مدينة واتي هردد لغا سو كعيي او ان لا سو كعيي دادال يا جهدي بي وباهنتahay لودا اساسي علوس هذا اركتو مركه صلاهي بين عقجيد كوغو يهيد او رفات سنتahay او علوس كوغو هيان او دن دنينين او اهمالينيسو اما منافق با تahay اعتقادي اما قيب منافق نما ابا كوغو جيرتا شكي ملها صلاهو واين كوفو دادا. أما الروح مؤمن كأ صلاةها وكفرحة وكحسلة وكدجة وتعليها وقصر قصدا يا مؤمن كأ سأستردد من النبي صلى الله عليه وسلم وحكوله يشري بلال بلال أو آذان آذان كنا نقول راحة صلاة نقول راحة وجعلت قرة عيني في الصلاة القبوس جاي جاي الراحة إذا يحسلون إذا وحل يلا الصلاة الأحداث كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة أرني مرك النبي كتب ما دع أصليسه صلاة ودك دك ترى صلوات ربي وسلام عليه مؤمنك صلاة وكل نصتا كمان نصتو مؤمنك صلاة وعرى كما عرر مؤمنك صلاة وكفرها لكن كما مرجو مؤمنك صلاة وأفضل دهكما عسلا سيدا استرادت صلاة وترك لبادوا منافقين تنوى وحسدان وكعلوس على مدى هو وحكى لو كعلوس أو قرآن كشيغي ركنك الصدحات وإساقنا وحبحنت إيا صدقة يزكى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ويبحنا يان وكقصبي لأن الدولة دي باجوكت وزكى قاضيس ومدي دي كران أو إن نفطه يحوله هذا بدبادو سي أي بدبادان وإن بحيان ينفقون ويبحينيان لكن هب بحيانه وحي بحينيان يجو كهانيان هو كوجو هو كوجو ويكون بحينيان إذا قال لماذا لأن إلهي درتنا كما إخلاصنا كما رضا إلهنا كمر هذينيان شننا كمر ربان مربح دون وحو لله أهين وعلوس يهي وعبادات كفضودية وطلب مرضات الله وأدونك وحا قلبك سكوتشرا إيمانك إيا دوند إلهي أدونيو إيا آخر أبا القدك أكربو هل كاسو ضالعنيا وقلبك سكوتشرا تاسا فضودين ليس عباداتك لكن إن تاسب هذه قلبك كما قيهين عباداتك وكو علوسيهين إن هذا وحب حسانا مفضودا بل إلهي تبارك وتعالى قرآن كريم كوحو كشيغي ويقبضون أيديهم منافقين تكعمها إلا بنيان بركي اعتماد وحبحية يا ورسكدي بحية ورصدقدي بحية ورديت وعكو بحية ورددك عاوية ومت وعترى كعمه إلا بنيان محاكاد إلها هدي أيها كعم الله بشضو دي بخيل الموضوع دكو إكان لها إنتا كما إكان ياني ددك وحبحين ياني كنبت قليما ياني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين كوا مؤمنين توح بحسن يا عيبين يا او كوتشيس تشيسي وحي كوتيمت نبي صلى الله عليه وسلم صحابه امرئ اني وح بحسدان نيمبا وح وين كاني منافقين تي وحي يرادان مرائن استستصبو كاني الهي درتي كبا مد با وحيره وهلي كري او تبرتي سبع هيدو اد وير بو كيناي مركاسا وحي يدادن او كان وخي سيركا الهي مخوغه باهيه
warkii waxa weyn bixiyeena idinkama nabadgelin, kii wax yar bixiyeena idinkama nabadgelin, kuwii wax baxsanayba xataa ka nabadgeli laha. iyagu inay wax bixiyaan iska badaa. Waa munaafiqiin. dhaqankii munaafiqiinta waa. waxaa ka mid ah tilmaamaha qur-aanku sheegay ee munaafiqiintu leeyihiin oo la doonayo in aad looga taxadaro. waxaa aad u yar inay ilaahay xusaan. walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilaa. inay ilaahay xusaan way yar tahay, inay qur-aanka akhriyaan way yar tahay, in carabkooda ilaahay ay ku xusaan way yar tahay. nacam, qur-aanka way akhriyaan, wayna tasbiixsadaan, laa ilaaha ila allah way dhahaan, laa xawla walaa quwata way dhahaan, dikriga way akhriyaan, laakiin wuu yar yahay. walaa yadkuruuna allaha, ilaahay ma dhihin. walaa yadkuruuna allaha laguma gaabinin. haddii la dhihi lahaa ilaahay maba xusaan, intaa lagu dayn lahaa way noqon lahayd. laakiin maxaa la yidhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila, way xusaan laakiin way yar tahay. ayb way yar tahay limaada? lanna sidoodaba markay ilaahay xusayaan waa markay dan leeyihiin. yaa markuu mu'miniinta la joogo oo dadka ahlulkhayrka la joogo ayuu tusbax wataa oo wardinaya, tusbaxu rogaya calashaani inuu ku tuso inuu mu'min yahay. markuu kaa dhaqaaqana hawlihiisii buu wataa, diintii iyo dadkii alkhayrku la dagaalamaya. intaa yartay ilaahay xusayaan waa markay dadka la joogaan ayadana dambay ka leeyihiin, lanna quluubtooda shayaatiin baa qabsato, ka tambadiso, kay sayid calaysay ruuxa. haddii qalbigiisa shaytaan qabsadana dikri uma oqola. waa ka ilaahay inoo sheegay istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansahum dikra allah, quluubtooda shayaatiin baa ka tambadisay oo qabsatay, waxay halmaansiisay ilaahay dikrigiisa. taa waxaa ka duwan ruuxa muminka. muminka waxaa badan inuu ilaahay xuso. ilaahay soo nasifay in muminiinta إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات مع لو قدام بيسي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مؤمنين ترقي الضمر كإله بي آد أحسان ذكري قوضا بنا قرآن كان سيدان هذا كهر مربة الماني ذكري إله مركا لقاها الله يبطني بأن لقدام بيسي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا حس بدل مؤمنكم إله وآد أحسان عرب كيسوا قويين يا هي yaa dikrigiisaa badan qalbiga carabka. amaa munaafiqa laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila, waana calaamada lagu garto. cali ibn abi aalib radi allahu tacaala canhu waardaha alkhaliifatu araashid baa waxaa la weydiiyey, caliyow khawaarijtu magaala, nimankii la dagaalamay cali ee iyagana uu la dagaalamay ee saxaabada qaar laayay ee nebigu ka digay calina axaadiis fara badan nebiga uu kaga wariyay arrintooda, ayaa cali la weydiiyey markay dagaalameen kadib uu laayay, marka dambena isagana way dili doonaane. cali baa la weydiiyey, caliyow khawaarijtu magaala, wuxuu yidhi gaalnimay ka carareen. gaalo ma aho, waxa u geeyay waxaad arkaysaanba gaalnimo ka carar lahay. yaa inay dadka gaalaysiiyaan oo dhiiggooda xalaashadaan oo waxa u geeyeyba gaalnimay ka carareen, ha gaaloobina bay isleeyihin, halkaasay la gashay. ayb waxaa la yidhi haddayna gaalo ahayn ma munaafiqiin baa? wuxuu yidhi munaafiqiin ma aho, munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku sheegay in yarbay ilaahay xusaan, nimankanina ilaahay bay aada xusaan buu yidhi. wa ficlan xuskooda waa ka qur-aanku inoo sheegay, nebigu inoo sheegay sal alay wasalam, saxaabadiisii buu la hadlayay nebigu sal alay wasalam, wuxuu ku yidhi qur-aan akhriskooda ma gaadhi kartaan, salaadooda ma gaadhi kartaan, soonkooda ma gaadhi kartaan, dadaalkooda ma keeni kartaan. aad bay u dadaal badnaayeen oo xagga cibaadaadka ah. sidaas daraaddeed munaafiqu dadaalkaa ma hayo, nimankanuna dadaalkan ay hayaanoo cibaadaadkii u hayaan munaafiqiin weeye ma dhihi karo, calaamadoodii kama muuqato. tayib gaalana maaha, munaafiqiinna maxay yihiin baa layidhi. cali wuxuu yidhi markaasi waa dad fitna asiibtay, fitnada dhexdeediina ku dhagabeelo ku indhabeelay, fitna u geysay inay dhiiggana xalaashadaan, dadka ahlul iimaankana gaalaysiiyaan, aayadihii gaalada ku soo degayna ku dabaqaan, kadibna aafada inay dhex galaan, fitno ay ku dhagabeeleen kuna indhabeeleen baa u geysay. gaalana ma aha, munaafiqiinna ma aha. ujeeddadu maxay tahay? ujeeddadu waxa weeye inaysan munaafiqiin ahayn, muxuu u deliishaday inay ilaahay aada u xusaan. sidaas daraaddeed waa calaamad muuqata ruuxu xuska ilaah hadduu badiyo wuu ka fog yahay, nifaaqa wuu ka fog yahay.
وسي ودي دونا علامات كوده. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.